السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكرومه الخضراء، اماكن بيعها، اسعارها، ازاي حتى ان انت تغير الخلفيه في البرنامج. احنا طبعا شغالين بالادوب بريمير، هنتكلم عن كل التفاصيل. تابعنا للنهايه هتعرف كل تفصيله كبيره او صغيره عن الكرومه الخضراء، ويلا بينا نبدا الفيديو حالا. طبعا زي ما احنا عارفين، ومؤخرا بدأت برامج المونتاج تبقى قوية جدا، وتقدر تعمل فيها خدع كبيرة جدا. وفي نفس الوقت لو انت ما عندكش مكان مثلا ملائم او ان انت تصور فيه او كده، الكرومة الخضراء بتحللك الحل يعني المشكلة ديت. وفي نفس الوقت مش هي مش لازم على فكرة تبقى خضراء، يعني هي بس بيقولوا خضراء لان معظم الناس اللون الاخضر في ملابسها بيبقى قليل شوية، لان احنا معظمنا اللي تلاقي لابس ابيض، لابس احمر، لابس مثلا جينز، فالالوان التانية بتبقى صعبة شوية ان انت تعزلها او تعزل الخلفية او تشيل الخلفية بتاعتها. لو شلتها ممكن يتشال اللون معاها، فاحنا عشان كده بنقول الكرومة خضراء. لكن طبعا تقدر تجيبها حمراء، زرقاء، وفي فعلا بيتباع على النت حاجات زرقاء وحمراء ما فيهاش اي مشاكل. يعني على فكرة مش في الاخضر بس، الموضوع مش في اللون. يعني هتقولي طيب يا عم خلاص ماشي اوكي، هنجيب الكرومة الخضراء اللي انت بتقول عليها دي عشان نشتغل بيها. هنجيبها منين؟ اذا كانت على النت ب 2000 وب 3، وفي حاجات ب 1600 و 1400 والكلام ده كله. زي ما انتم شايفينها دي برضو انا جايبها، وكنت غلطان ان انا جبت المقاس ده. دي 3 متر في متر ونص، المفروض كانت 3 متر في 5 متر، فطبعا دي غلطة برضو انا عملتها. طب نجيب منين الكرومة اللي انت بتقول عليها؟ قبل ما اقول لكم على المكان، تعالوا نتكلم عن نوعية القماش اللي ينفع في الكرومة. طبعا لازم يكون القماش مطفي، ما ينفعش تجيب قماش بيلمع عشان لما تضرب في النور ما يعكسش عليك وتبدأ ان انت تبان بقع في الكرومة نفسها، ويبقى صعب عزلها او صعب اخفائها. يعني ثانيا القماش يكون بيتمط، يعني في نسبة كده من يعني مطاط شوية بحيث ان هو ما يكرمش. زي ما انتم شايفين انا كنت طبعا القماش ده جبته قماش عادي جدا، فطبعا القماش متكرمش معايا ومش ما بيتمطش ولا حاجة، فبالتالي كرمش جامد جدا. لو كويته ممكن يعمل بقع، وطبعا البقع البسيطة دي ممكن تطلع في التصوير او كده، وانا بعزله يبقى صعب شوية. فلازم تجيبوه بالمواصفات دي عشان يطلع نتيجة كويسة. تعالوا بقى نشوف هنجيبها منين والسعر وكل حاجة. زي ما احنا شايفين ده اشهر سوق للأقمشة والملابس والكلام ده كله، وكالة البلح. لو انت من القاهرة هتركب لحد محطة مترو الاسعاف اللي في وسط البلد، ومن هناك هتقول فين وكالة البلح، هتروح هتنقي القماش اللي انت عايزه، هتلاقي كمية أقمشة فظيعة هناك، تختار اللون اللي انت عايزه. الموضوع كله في حدود 100 جنيه، 120 جنيه بالكتير قوي. لو عايز تزود زود زي ما انت عايز، مفيش اي مشاكل، وهتجيب القماش اللي انت عايزه بالسعر اللي انت عايزه، واختار براحتك ونقي، مفيش اي مشاكل في الموضوع. طبعا سوق وكالة البلح من اشهر الاسواق في مصر للأقمشة والمنتجات، يعني المصنوعات والكلام ده كله، النسيج والحاجات دي كلها، هتلاقي كمية حاجات مهولة. اختار براحتك مفيش اي مشاكل، هتلاقي اسعار متفاوتة كتيرة جدا. هتخش يستحسن على بتوع الخيم، هتلاقي عندهم الالوان الخضراء دي كتيرة جدا، تقدر تجيب المقاس اللي انت عايزه، والموضوع بسيط جدا، والناس متعاونة، وهتلاقي ناس بتشدك يعني عشان تشتري. المهم خلاص يا عم جبنا البتاع اللي انت بتقول عليها ديت. طب نشغلها ازاي؟ نعملها ازاي؟ طيب هقول لكم دلوقتي طريقة الاضاءة بالظبط، والبرنامج كمان ازاي تفصل الخلفية من البرنامج بحيث يبقى معاك مرجع كامل عن الكرومة الخضراء. تعالوا الاول نشوف ازاي تنور الكرومة في الفيديو اللي جاي. طيب هنقول ان الخط الاخضر دوت هو الكرومة، والنقطة الحمراء دي انت يعني الشخص او الشيء اللي انت هتصوره. السهمين دول بيشيروا لطريقة الاضاءة، لازم يبقى فيه اضاءة على الكرومة، وبينك وبين الكرومة 3 متر بالظبط عشان خيالك ما ينزلش عليها. السهم الازرق دوت ده بيبين اضاءتك انت، يبقى انت هتعمل اضاءة من وراك للكرومة،
وفي نفس الوقت هتعمل إضاءة ليك أنت شخصيا، ويكون ما بينك وما بين الكرومة حوالي 3 متر عشان خيالك لو نزل على الكرومة يبقى برضه هيبقى مشكلة في عزله أو في شيله. فنخلي بالنا الحاجات البسيطة دي هي اللي بتفرق ما بين صورة جيدة وصورة وحشة. وإن شاء الله هنيجي دلوقتي على البرنامج بحيث إن أنا أوريها لكم على البرنامج إزاي بالظبط. طبعا معانا الأدوبي بريمير من البرامج الجميلة جدا، وعلى فكرة البرنامج سهل جدا ما فيهوش أي مشاكل. هنجيب مثلا معانا كمثال، طبعا تقدر تعمل على أي مثال اللي أنت عايزه. طبعا أنت المفروض هتحط الفيديو اللي أنت هتستخدمه فوق كده هوت، يعني في أول تراك، وبعد كده هتجيب الفيديو التاني وتحطه تحتيه. هنكتب طبعا في اليمين في الإفكتس هنكتب ألترا. أول ما تكتب كلمة ألترا هتلاقي تحت تطلع لك كلمة ألترا كي اللي احنا بنشاور عليها بالسهم دي. الترا كي دي تاخدها تسحبها وترميها على الفيديو زي ما احنا عملنا. هيطلع لنا في الشمال في الكنترول افكت هيطلع لنا مجموعة الافكتات الخاصة. هنشوف ناخد القطارة دي اللي انا بشار عليها دي، هناخد القطارة ونبدأ بالقطارة نرمي على نحاول بس نجيب لقطة فيها حتة خضراء كويسة. طبعا الإضاءة هنا وحشة، يعني الإضاءة اللي انا مصورها دي انا كنت بس بعرض الكروما، لكن مش ما كنتش عارف ان انا يعني هنعزل زي ما انت شفته كده. خدت بالقطارة اخترت اغمق حتة في اللون، خلاص اتشال اللون الاخضر. وطبعا تعمل كده على احمر على ازرق مفيش اي مشاكل، يعني حتى لو لون تاني مفيش اي مشاكل تقدر تعملها. هنجيب بقى فيديو تاني بحيث ان احنا نحطه زي ليرز تحتيها، لان طبعا خلي بالكم الموضوع بيبقى زي طبقات. الطبقة اللي فوق هي الطبقة اللي فيها الكروما، وتحتيها الطبقة اللي هتتعرض على الكروما. نحاول نجيب بس حاجة كده اهو بحيث ان احنا نوضح لكم المثال اللي احنا شغالين عليه. دي تقريبا بتاعة الكاميرا اللي احنا برضو كنا عارضينها الاكشن كام، زي ما انتم شايفين بحطها تحتيها. تمام، ليه؟ عشان هي عبارة عن طبقات فوق بعض، دي فوق دي، فبانت هي بصوا زي ما انتم شايفين خيال كده اهو. طيب ازاي بقى نعدل ونخلي الحتة الخضراء بس هي اللي فيها المنظر اللي احنا عايزينه؟ زي ما انتم شايفين هنيجي على استنى بقى هظبط بس الكادر بتاع الشاشة. هنرجع بعد كده هوت القطارة اللي احنا قلنا عليها، هتلاقي تحتيها 5 اختيارات. ال5 اختيارات دول هم بقى اللي تقدر تتحرك فيهم يمين وشمال. طبعا فوق القطارة دي برضو في اللي هي الاجريسيف، بتختار كلمة اجريسيف من عند السيتنج ديت فوق القطارة على طول. وفي بعديها برضو حاجة اسمها الالفا تشانل. كل الاختيارات دي بتبقى خاصة بالكروما. حوالي 7 اختيارات تقدر منهم ان انت تفضل زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا على قد ما اقدر اخليها طبعا انا كنت ماسك الكروما في ايدي ديت لو القماشة دي الخضرة دي. فزي ما انتم شايفين بحاول ان انا اوريكم الرسمة اللي انا اخترتها او الصورة اللي انا اخترتها هتبقى على بالظبط على اللون ده. هنحاول طبعا نوصل لأحسن نتيجة واحدة واحدة كده. هنبدأ نغير زي ما قلت لكم تحت تحت علامة القطارة أو الألترا كي هتلاقي الـ5 اوبشنات دول أو الـ5 دول. فوقيهم هتلاقي 2 كمان اللي هي الألفا تشانل والأجريسيف. هتبدأ تختار ما بينهم زي ما انتم شايفين بحاول يمين شمال سنة سنة. طبعا ده بيبقى تعديل للشادو تعديل للظلال. بصوا كده ما شاء الله بقت جميلة جدا. هنحاول بصوا كأني ايه يعني ماسك شاشة، كأني ماسك شاشة عرض في ايدي، بس برضه في خيال خفيف. هنحاول لسه نظبط تاني. شايفين الخيال بتاع الإضاءة دي بتاعة الواي فاي بتاع الكاميرا زي ما انتم شايفين. هنحاول برضه نظبط تاني نوصل لأحسن نتيجة من الأوبشن اللي انتم شايفينها دي. واحدة واحدة ما تستعجلش، واحدة واحدة هتجيب معاك أحسن نتيجة. هنحاول نجرب تاني بحيث نوصل لأحسن نتيجة عندنا. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله دلوقتي بقت نقول بنسبة 90%. طبعا لو إضاءتك مظبوطة أحسن كانت النتيجة هتبقى أحسن. كل ما كانت الكروما منورة، وطبعا مش منورة لدرجة إن هي تعكس الإضاءة عليك، لا يعني خلي بالك من النقطة دي، ما تبقاش منورة لدرجة تعكس الإضاءة بتاعتها للكاميرا، فبالتالي هتبان بقع بيضة زي ما انتم شايفين على الشمال. في خيال بسيط كده اهو زي ما انتم شايفين بحاول ان بصوا تمام بقت بسم الله ما شاء الله بنسبة 90%. خلاص الخيال اختفى وكأني ماسك في ايدي شاشة عرض يعني واضحة الوضوح بتاعها عالي جدا. طب تعالوا نشوف برضو الاوبشنات التانية اللي هي الاجريسيف والالفا تشانل دي. الالفا تشانل اللي فوق استنوا هجيبها لكم برضو.
زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اوضح على قد ما اقدر. الالفا شانل بقى اللي فوق دي اول حاجه نختار بتاعه الاجريسيف اهي، بصوا لا ما نفعتش، يبقى نشتغل برضو من حاجه تانية. يعني انا بجرب كل حاجه اهي، لا ما طلعت برضو مش كويسه قوي. هناخد الاختيار التاني، لا فيها برضو خيال، لما زي ما انتم شايفين لما بنزل ايدي كده الخيال بيعمل زي اقواس كده. هنحاول ان احنا نختار الاختيار التاني، رجعت للديفولت، بحاول اجرب كل الاختيارات، لا خلينا هنجيب بقى الالفا شانل. الالفا شانل بتعمل لك ايه؟ حاجه كويسه جدا برضو. الالفا شانل بتعمل لك زي ابيض واسود، بتحول الصوره لابيض واسود، وده طبعا كويس. بصوا حولتها الابيض، ده الالفا شانل، تحولها لابيض واسود، تقدر ان انت لما تحولها كده للالوان الاساسيه تبدا ان انت يمين وشمال تحرك الاختيارات اللي تحت القطاره دي، فتبدا تظبط معاك جدا. طبعا انت هتفضل تتحكم في الاوبشنز اللي هي اللي تحت القطارة دي او فوقيها، معاك اتنين فوق القطارة ديت اللي هي الاوبشن الالفا تشانل والاجريسيف او السيتنج، ومعاك برضو الخمس اوبشنات او الاختيارات اللي تحت القطارة دي، بحيث ان انت توصل لاحسن نتيجة. وان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.